الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناة محمد عبده للترم الاول مع مادة اكتشف لكي جي 2 الفصل الدراسي الاول، ولقائنا من خلال المحور الاول من اكون، والفصل الثاني منه لوحة الفصل، ولقائنا الاخير في الفصل الثاني من المحور الاول من خلال دروسنا التاسع والعاشر. تعالوا بينا مع بعضنا نشوف كده افكار دروسنا ايه وازاي هنشتغلها مع بعضنا. زي ما قلنا قبل كده ان محتويات المنهج بتاعنا في الترم الاول هو محورين بستين درس. المحور الاول 3 فصول، كل فصل 10 دروس، والمحور الثاني فصلين، كل فصل منهم 15 درس، هنا 30 في المحور الثاني وهنا 30 في المحور الاول. وده لقائنا الاخير في الفصل الثاني، يعني بالفيديو بتاعنا ده خلصنا الفصل الثاني من المحور الاول، وهنلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم مع بداية الفصل الثالث. تعالوا بينا مع بعض نشوف درسنا التاسع والعاشر اللي هما الاستعداد للمشروع بتاع الفصل بتاعنا الثاني. هنستخدم الالوان اللي هي الدهانات بتاعتنا في عملنا الفن النهاردة. طبعا هتكونوا انتوا تعرفتوا، يعني ممكن تكونوا عرفتوا قبل كده ازاي بتمزجوا الالوان مع بعضها. تعالوا كده نتذكر مع بعض، لو احنا حطينا نقطة، طبعا هو جايب لك يعني الوان طلاء داخل الفصل عشان خاطر تدهن بيها، وبيفضل المية الوان المية عشان خاطر بيبقى الخلط بتاعها بسرعة وسهولتها يعني في العمل. يعني بيقول حط نقطة من اللون الاحمر واللون الازرق واللون الاصفر على الورقة بتاعتك، دي اللي بنقول عليها الالوان الاساسية، الاصفر والاحمر والازرق. بعد كده بيقول لي برضو ان احنا هنرسم دلوقتي صورة للمجتمع المدرسي. اتعرفنا على مجتمعنا المدرسي في اثناء دراسة الفصل ده. تعالوا كده نفكر ايه اللي ممكن نرسمه، وشوف ايه اللي مر بيك في الفصل الدراسي الاول، عشان في الفصل الثالث، الفصل الثاني اسف، عشان خاطر تطبقه في اللوحة بتاعتك اللي انت هتعملها. طبعا احنا ركزنا على الضروريات وعلى الحاجات، وعرفنا ان المية يمكن هي اهم شيء، فممكن افكر جدا في المية. انت ممكن تفكر في اي حاجة تانية انت درستها، ممكن زي المكتبة مثلا، او زي الحديقة اللي بتاخد منها او اللي بتستفيد منها من روائح الازهار والحاجات دي، زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات. يعني ممكن انا يجي في ذهني مثلا ان انا اصمم لوحة بالشكل ده تعبر عن الماء، وجايبين كلمة المية جايبينها بصورة ايه، نقط كده نازلة، وبنقول ان المية سر الحياة، حافظ او حافظي او حافظ عليها، وبنعبر عن أهمية المية. طبعا دي وجهة نظر يعني، لكن انت مش شرط انك تلتزم بيها، انت افكارك اكتر مني واجمل، وممكن تعمل طبعا رسومات مختلفة بالشكل ده. برضو بعد ما يخلصوا اولادنا ونشوف رسمتهم ونوجههم ونرشدهم، نبدأ ندخل لنفس الجملة ان احنا هنرسم بقى صورة لمجتمعنا المصري. اتعرفنا على مجتمعنا المصري في اثناء دراسة الفصل ده. برضو فكر كويس كده واعصر ذهنك كده، اللي بنسميها عصف ذهني، وشوف ايه اللي ممكن تقدر ترسمه. طبعا اتكلمنا واحنا بنتكلم على نهر النيل، قلنا ان نهر النيل يعني هو شريان الحياة، لان هو اللي بيمدنا بالمية، وان بيبقى عليه نقل المواد بتاعتنا اللي ممكن ننقلها لبناء المنازل والحاجات دي. فنركز في الصورة بتاعتنا على نهر النيل وعلى الفلاح اللي بيزرع الخضرة واللي بيزرع الزرع بتاعنا الجميل الاخضر، ونهر النيل اللي بيمر فيه المراكب بصورة مبسطة ظريفة بتعبر عن احتياجاتنا الاساسية داخل مجتمعنا. برضو دي وجهة نظر زي ما قلت، واللي يتراءى لك ان انت ممكن ترسمه وتعبر عنه. بعد كده هنقول ان احنا بعد ما خلصنا ورسمنا عايزين ننظف قاعتنا. النظافة بتاعتنا للقاعة ده بيساعد مجتمعنا،
ودلوقتي يلا كده يعني هتساعدوا بعضكم في تنظيف القاعة بعد ما ينتهي النشاط بتاعنا بتاع الفنون، عشان نساعد زي ما قلنا في رعاية المجتمع. يعني درس بسيط سلس مفهوش غير الصفحة دي. ندخل بعد كده على الدرس العاشر. الدرس العاشر ملهوش صفحة عندك في الكتاب بتاعك، فانت هتشتغل مع المدرس مع الحاجات اللي انتوا اتعلمتوها المرة اللي فاتت، يعني او الدروس اللي فاتت. يعني تفتكروا اللي احنا اتعلمناه في الفصل بتاعنا ده اللي هو الفصل الثاني من المحور الاول؟ عرفنا معلومات عن المجتمع، وعرفنا معلومات عن العائلات، وعرفنا معلومات عن المدرسة، وعرفنا برضو معلومات عن الأشخاص اللي بيساعدونا وبيتعاونوا معانا، وعرفنا معلومات عن وطننا مصر، بالإضافة لمعلومات عن الوظائف المختلفة اللي في المجتمع بتاعنا. اتكلموا مع زملائكم المجاورين لكم بشأن أكتر شيء عجبكم في اللي انتوا تعلمتوه. إذا كان عندكم كتاب نشاط يعني وعايزين ترجعوا له، ارجعوا له تاني، هيساعدكم على التذكر. طب بعد كده هنقول ان احنا بنحتاج ان احنا نعرف هنقول ايه قبل ما نقدم عملنا الفني. يعني انتوا عملتوا عمل وعايزين تعرضوه وتقدموه لزمايلكم او لاي زائر يجي المدرسة، ايه اللي ينبغي على كل منا ان هو يخبر بزميله التاني؟ يعني تقول ايه او تعبر بايه او الطريقة اللي بتعبر بيها عن ان انت تعرض العمل الفني بتاعك. ممكن نتحدث عن مظهرنا في الصور، يعني اللي ظاهر من الصور ايه، او تتكلم على اوجه التشابه بينك وبين الاخرين في الرسومات بتاعتهم، او اوجه الاختلاف عنهم، او التحدث عن اللي انت عايز تكون عليه في المستقبل، او اللي انت عايز تتكلم فيه عن عائلتك او عن مجتمعك اللي انت بتعيش فيه. يعني بنقدم العرض، بنقف المفروض منتصبين كده، يعني ما يبقاش جسمنا منحني، وفي نفس الوقت بتتدربوا يعني عشان تتقنوا العمل بتاعكم والعرض بتاعكم. فعشان يعني يتقن عملك بتنظر للجمهور وانت واقف منتصب كده للناس اللي بيتفرجوا عليك، ويلا كده اتدربوا معايا على ازاي تقف وازاي تنظر للجمهور، وبعدين تتكلم بصوت واضح يسمعه الكل. برضو اتدربوا معايا على ان انتوا ازاي تقولوا اسماءكم مثلا بصوت مرتفع وصوت عالي. مين اللي هيقدر يخبرنا ازاي احنا مفروض نكون مستمعين جيدين؟ طبعا الانصات دايما للي بيتكلم، وان احنا نركز ونشعره ان احنا مهتمين باللي هو بيقوله. يعني ما نتكلمش مع زمايلنا ما يعني عدم الاهتمام باللي بيقوله الزميل ده شيء مش كويس. برضو هنلزق بقى الاعمال بتاعتنا دي على مكان مناسب لنا في المدرسة او في الفصل. كل واحد هيقدم عمله زي ما قلنا عشان تتكون اللوحة الجدارية بتاعتنا العملاقة لصور التلاميذ والمجتمعات، لان انتوا عملتوا قبل كده صور لصورة خاصة بيك انت الان وفي المستقبل، اللي هي يمكن عرضت لكم انا فكرة لتلميذة اللي كانت بتذاكر وبعدين كانت بتحلم انها تكون دكتورة او طبيبة يعني، وشفنا الفرق، بالاضافة للصورة اللي اتعرضت دلوقتي عن مصر وعن المدرسة. يعني عملنا اربع لافتات او اربع جداريات ممكن تتعرض. التفتوا بقى لزملكم او زملائكم المجاورين لكم في الطاولة، واشكروا الجميع على ان هم شاركوا واستمعوا الى اللي انتوا قلتوا. يعني بكده يكون خلصنا فصلنا الثاني من المحور الاول. ما تنسوش حبايبي الصورة اللي موجودة هنا، لو ضغطت عليها هتدخل على دروس الترم الثاني، دي موجودة على قناة معلم الرياضيات، وعشان تدخل على القناة وتتفرج عليها هتلاقي اسم معلم الرياضيات بالعربي جنب عنوان الفيديو، تضغط عليه هتدخل على القناة. قناة معلم الرياضيات قناة للترمين من كي جي الى تالتة اعدادي.
عليها دروس ومراجعات من خارج الكتب ومن داخل الكتب. يعني إذا عجبتكم يسعدني طبعا أنك تشترك فيها وتفعل الجرس، بالإضافة لقناة براعم مبدعة، دي قناة للترم الثاني فقط للمرحلة الابتدائية من أولى إلى ستة، هتلاقي اسمها برضو جنب العنوان بتاع الفيديو، لو ضغطت عليها هتدخل على القناة. يسعدني أنك تشترك فيها وتفعل الجرس إذا عجبتك طبعا. وهنا هحط لك الدروس بتاعتنا اللي احنا شغالين فيها دي، اللي هي اكتشف، على قناة محمد عبده اللي احنا شغالين عليها، لو ضغطت عليها هتتفتح على طول معاك الدروس بالترتيب، مش محتاج تسأل على اي درس ازاي اوصل له. بالاضافة لان في فيديو او في صورة هنا لفيديوهات موجودة ديسكفري وكرتونية على قناة مبدعون، دي قناة يعني لسه في النشأة، في بداية نشأتها، وأنا مخصصها الحقيقة لفيديوهات كرتونية جميلة لأطفالنا. وما تنسوش أن كل الروابط موجودة في صندوق الوصف وبرضو في أول تعليق مسبب. وبكده حبايبي يكون وصلنا إلى نهاية لقائنا في درسنا النهاردة وفي فصلنا الثاني، وإلى اللقاء مع الفصل الثالث إن شاء الله أحيانا وأحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.